السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، ونتمنى هذا الفيديو ديالي يوصلكم في احوال جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه ماما هنيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غدا نشارك معكم واحد الشلاضه اللي تجي رائعه وتجي غنيه بالفيتامينات. نقدروا نديروها للعشاء نتعشاو بها غير هي بوحدها، ولا نرافقوها مع شي وجبه وحده اخرى في الغداء ولا في العشاء. اول حاجه غادي نحتاجو الباربه اللي خضراء بحال هكا اللي غسلتها من قبل، ودابا غادا نقيها وغادا نحكها. نتمنى تجربوا هاد الشلاضه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. تجي واحد الشلاضه اللي رائعه، وهانتوما معايا في الفيديو باش تشوفوا معايا المراحل والطريقه ديال التحضير. ومن بعد ما نقيت الباربه وحكيتها كيف ما شفتوني، حكيتها بحال هكا على شكل طولي في هاد الاثناء راني دايره البيض يتسلق ودايره بطاطا حتى هي تسلق. البيض درت معاه شويه ديال الخل ملي بغيت نسلقو باش يسهل عليا في التقشار ملي بغي نقشرو يجيني ساهل. وغادي نحتاجو ايضا في هاد الشلاضه الخيار وخيزو، خيزو حتى هو خضر ماشي مسلوق. بالنسبه لهاد المكونات ديال الشلاضه راه تيبقاو على المقادير على حسب عدد افراد الاسره، شحال ما كانوا الناس كثر راه غادي نزيدوا في المقادير. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش نصايب خيزو ونصايب الخيار على ما تسلقات ليا البطاطا والبيض. وغادي نحتاجو ايضا في هاد الشلاضه البصله، غادي نحتاجو واحد نص بصله، وغادي نحتاجو المعدنوس اللي غادي نقطعوه. ودابا من بعد ما حكيت الباربه كيف ما شفتوا معايا، وحكيت خيزو والخيار وقطعت البصله وقطعت الربيع وحكيت بطاطا، غدا ندوز ان شاء الله باش غدا ندير ليهم شويه ديال الملح. المهم الملح على حسب الذوق. وغدا ندير البزار وغدا ندير زيت الزيتون وغدا ندير الخل
السلاطه ديالنا من بعد ما وجدات تجي على هذا الشكل كيف ما تتشوفوا معايا، تجي واحد السلاطه اللي رائعه وصحيه وغنيه بالفيتامينات. كيف ما تتعرفوا الخضر راه كلها خيزو الباربا كلشي غني بالفيتامينات. وزينتها انا بالبيض مسلوق اللي قطعته على هذا الشكل، واحد شرائح ديال مطيشه ولا طماطم، وزينتها بالزيتون كحل والمايونيز، درتو هنا الوسط وشويه ديال المعدنوس. بالنسبه للتزيين راه تيبقى اختياري، لما بغيتو تزينوها خليوها غير بحال هكاك. تجي واحد تجي واحد الشلاضه اللي رائعه بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش يتقلو في العشاء. شلاضه خفيفه وغنيه بالفيتامينات. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى هاد الشلاضه اللي شاركت معكم وصفه اللي بسيطه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وما تنساونيش من التعاليق الزوينه اللي تتخليو ليا واللايكات، والى اللقاء مع السلامه حتى الفيديو جديد ان شاء الله.